المقالة دي تكلمنا قبل عليها بكيفية أخوية مع الإخوان، وما واحد مجموعة الجامعات اللي كتعاني واحد النقص كبير رغم الخبرات الخبراء، رغم المعرفة المجلس، رغم يكون الرئيس كيف ما بغى يكون، ضروري أن أهل الأرض هما اللي كيعرفوا بعض الإشكاليات، هما اللي كيعرفوا بعض الأولويات اللي حنا يمكن ما نعرفوهاش. جدنا خطة وجدنا محاور، ولكن غادي يتم التغذية ديالها من طرف يعني المنتخبون، من طرف المجتمع المدني، من طرف الفاعلين المحليين بمختلف مشاربهم، باش يعني يكون هذا المخطط اللي كنسعاو لإعداده واللي غادي يسير الأمور الجهوية لمدة 6 سنوات يكون كيستجب أكثر يعني نسبة ممكنة لتطلعات ديال الساكنة والفاعلين داخل هذه المنطقة اللي هي إقليم جديدة وداخل الجهة ككل. الإخوان اللي ساعدوا في هذه الجولة وكذلك الامتحان.